Jungle. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا بخير حال. تحسبا للدور الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية، ستجرى أمسية اليوم مباراة اتحاد العاصمة وغور مايال كيني، وهذا ابتداء من الساعة 8:45. ويمكنكم متابعة المباراة على قناة الجزائرية 3. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Come on.